Am I saying so? ده يوم في سنة هادو الموضوع كان مشروع جديد تقريبا ومن منهم قريب والاستقلال 56 وحنا هذا مشروع تنموية أو زعما ما عندناش أي مشروع تنموية لأن صلاح بعد المتاهين في الخطابات الأخيرة ديال الاستقرار أنه تم الاعتراف بفشل المشروع التنموي اللي كان غادي عليه من قريب وحاليا أنه حنا نحصل على أي مشروع تنموي اللي يمكن انه يصلح من الوطن ديالنا خاصة انه في علاقتين بالمملكة والمنظومة ديال المملكة. معنا اليوم الدكتور عبد الرحمن الغراني في مداخلة الكالية والاستاذة أمينة لنا العينين. غادي نعطي مباشرة الكلمة للاستاذ عبد الرحمن ثم للاستاذ أمينة. شكرا بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للاخوات والاخوة وشكرا لشبكة ديال القراءة بمدينة صفرو على استضافة هذا اللقاء وعلى كونها إذا تساهم بشكل كبير ومهم في إلقاء النقاش العمومي حول موضوع اللي هو كما أشرتم هو موضوع الساعة الآن. أولا أبدأ ببعض الملاحظات الأولية أو المنهجية. يبدو لي أن الحديث عن موضوع أزمة النموذج التنموي يشبه إلى حد ما الحديث عن الأزمة القلبية الملك الراحل قد تحدث عنها في فترة من الفترات. وربما أكثر ربما الواقع أكثر لأنه في تلك الفترة إذا كنتم تتذكرون كان الحديث عن أزمة في الحقيقة كمية يعني أزمتهم معطيات الاقتصادية الكمية كونتيتاتيف. نتذكر على انه كان هناك تقرير للبنك الدولي اللي كان دق ناقص الخطر بالنسبه لبعض المؤشرات بالنسبه لبعض المؤشرات الماكرو اقتصاديه قلت كان هناك اذا جاء ذلك التقرير بناء على واحد الكونستا كان صوب البنك الدولي انذاك اذا كنتم تتذكرون وكان فيه دق ناقص الخطر على بعض المؤشرات الماكرو اقتصاديه في المغرب انذاك في التعليم في الصحه في لو ديفيسيت بيجيتير في الخصائص ايضا على مستوى عدد من القطاعات الاجتماعيه. اليوم أقول أن الحديث عن أزمة النمو أو عن أزمة النموذج التنموي هو أكبر وأكثر وقعا وأكثر خطورة. لماذا؟ لأنه يتجاوز المعطى الكمي ليطرح عمق أو الإقرار بعمق بإفلاس العمق ديال هذا النموذج التنموي المتبع منذ سنوات. أظن في هذا السياق أكبر يمكن نقول مقلب أكبر مقلب يعني مقلب ممكن أن نسقط فيه هو أن نصدق الرؤية التكنوقراطية الحسابية الماكرو اقتصادية في المغرب كما يطرحها أو كما يروج لها الخبراء بين الزوجتين خبراء اقتصاديين في المغرب. مثلا حينما يقال لي أو يقال لنا بأن المغرب يتطور اقتصاديا نعم صحيح لا يمكن أن
محتجز، تطور ضعيف محتجز هامش. حينما يقال مثلا، حينما يقول او قال الاستاذ فتح الله مهنو في احدى خطاباته وفي احدى كتاباته ان المغرب يتطور اقتصاديا ولكنه يتخلف سياسيا، هذا صحيح. ولكن اللي كنقولوا ان المغرب يتطور اقتصاديا، حينما يقول خاصه على افواه الخبراء كيف قلت تكون قرار الى اخره، ينسون انه الى خلينا الامور من الناحيه ديال التطور العام هكذا الكمي الى اخره، حتى فيتنام تتطور، حتى اندونيسيا تتطور، حتى كوريا الجنوبيه تتطور. يعني هذا واحد المسار عالمي موجود فيه دول متعددة اللي هي طبعا كاين واحد التطور اقتصادي من الناس. فإذا ماشي هذا ليس دليل على أنه حققنا واحد القفزة نوعية في مجال التطور. ثانيا، وهذا بالنسبة لي مهم جدا، حينما نتحدث عن التطور الطبقة التكنوقراطية عندنا ما زال في واحد المرحلة اللي عالميا قد تجاوز ديالها، فيما يتعلق بنظرية التنمية، فيما يتعلق بالعلاقة بين التنمية والأبعاد الاجتماعية، فيما يتعلق بخطاب المنظمات ديال المنظمة المتحدة ووكالاتها المتخصصة فيما يتعلق بالمفهوم ديال التنمية ومجال التنمية ومؤشرات التنمية وفين كتبان التنمية إلى آخره. حنا مازال في واحد المرحلة يبدو لي، وهذا قابل للمناقشة، يبدو لي أننا مازلنا في واحد المرحلة ديال الثمانينات، والحال أنه جرى ما كثير تحت الرجل كما يقال فيما يتعلق بمفاهيم التنمية حتى داخل تلك المنظمات التي كنا ننعتها بمنظمات الإمانة والرأسمالية والتبعية وإلى آخره. فمثلا أعطي مثال، في ديفوس يعني المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يجمع كل سنة كبار رؤساء الشركات العملاقة، الشركات الرائدة، الرأسماليين، كبار الأبناء، كبار المدراء، راه كيجيو ديال دافوس الآن. كاين دافوس الاقتصادي المالي وكاين دافوس الاجتماعي، ما بقيناش في ديك المرحلة ديال ليزافير مونديالست أو المناهضين للعولمة في مقابل دافوس. حتى داخل هذا المنتدى اللي هو رأسمالي 100%، هناك نقاش مهم حول الابعاد الاجتماعيه في التنميه. ويمكن الا درنا واحد المعادله ولا واحد المقارنه كنلقاو نفس الخصائص او نفس الساعات ونفس الوقت الذي يخصص لكبار المدراء الاقتصاديين وكبار رجال الاعمال والى اخره في ديفوس اللي هو المنتجع ديال ديفوس سويسرا، يخصص ايضا تقريبا قدو لممثلي الاعلام، لممثلي المجتمع المدني، لزوينجي، المناضلين في الميدان من اجل طرح الاشكالات الكبرى ديال التنميه وديال النمو الى اخره. فمعنى هذا انه الان هناك واحد باراديغم جديد جدا، هناك واحد فهم جديد، باراديغم جديد، نموذج جديد للتنميه اللي يبدو لي مره اخرى انه احنا شويه بعدين عليه. اننا ما واخدينوش بعين الاعتبار لاننا مازالين اسيرين واحد المنظور اللي هو وقع تجاوزه حتى في مراكزه الاولى. مثلا الان لم نحمل الخطاب بالتقنيه ديال المنظمات صندوق او التكوين الهيكلي اللي عشنا عليه الى اخره، هذه المساله ديال التكوين الهيكلي لا احد يتكلم اليوم عن التكوين الهيكلي حتى في المنظمات الدوليه. النقطة الثانية التي أود أن أتحدث عنها، اسمحوا لي دابا كنتكلم يعني
ثلاثة المستويات يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. كاين المستوى ديال القيم العامة، المبادئ العامة، القيم اللي كلشي يمكن يكون متفق عليها، قيم التضامن، قيم النمو، قيم الإنتاجية، قيم تقليص الفوارق الاجتماعية، قيم العدل الاجتماعي إلى آخره. هذه كلشي يمكن يتكلم عليها، لا تكلف شيء. كاين السياسات العمومية، هنا كاين مشكل، كيف نترجم القيم المرجعية والمبادئ الأساسية إلى سياسات عمومية؟ في المغرب من يقرر وما هي الإطارات التي تقرر حقيقة في السياسات العمومية؟ ويجب هذا النقطة فيما بعد من نتكلم عن التطور المؤسساتي. هذا إشكال كبير. والنقطة الثالثة كتجي هي مسألة ديال تطبيق السياسات العمومية، تنفيذ السياسات العمومية في الميدان. وهنا بطبيعة الحال نتحدث عن واحدة من أم المشاكل التي نعاني منها في المغرب، وهي مشكلة الإدارة. الإدارة في المغرب، إذا هذه الثلاثة ديال المستويات ما خصناش نخلطوا بيناتهم، وإذا خلطنا بيناتهم يصبح من الصعب جدا أن نقيم الأداء ديال هذا النموذج التنموي المتبع، ويصبح من الصعب تماما أن نحدد المسؤوليات فيما يتعلق بنجاح أو فشل النموذج التنموي. وأعطيكم مثال بسيط جدا. من واحد أستحرمه من واحد ذاكرة في الحكومة ديال عبد الرحمن اليوسفي، حينما طرحت الاختيارات الاستراتيجية الكبرى وبدأ العمل على ضوء هذه الخيارات. أتذكر أنني كنت وأنا ذاك كنت نائبا برلمانيا، وكنت مشيت القطار من فاس إلى الرباط، وتجاذبت الحديث مع متقاعد سككي آنذاك، وقال لي مزيان هادشي اللي دار السي عبد الرحمن والاختيارات الكبرى، وفعلا نحس به، ولكن راه إلا ما كانش الإدارة وما كانش عندكم الإدارة، وإذا لم تتبع الإدارة راه آخر مقدم وآخر كذا، يمكن هذاك البرنامج ديال يوسفي كله ينزلوا للأرض. بمعنى أن إشكالية الإدارة في المغرب، ونحن نتحدث عن النموذج النووي، هي إشكالية عويصة جدا، حتى إذا توفرت السياسات العمومية. أنا قلت ثلاثة المستويات، مستوى المبادئ المرجعية أو القيم أو الاختيارات المرجعية، مستوى السياسة، ثم مستوى الأداء أو التصريف الميداني. إذا ما كانش هذا بطبيعة الحال فهناك خطر كبير في أن لا نلمس أي نموذج تنموي كيفما كان الدول. الآن قبل ما نتكلم على ملامح النموذج التنموي البديل، نتكلم على الحالي. وأنا غادي نلخص شي شوية باش ما نفرطش الوقت بزاف. أنا يبدو لي أنه النموذج الحالي أخطر ما يطبعه هو أنه نموذج غير مدمج، نموذج اللي غير مدمج، ما عرفتش كيفاش غادي نقول نفسرها، ماهواش انكلوزيف، يعني نموذج تشعر بأنه الآن كاين مغربان، إن لم نقل ثلاثة ديال المغرب. يمكن نفصلوا القول في هذه المسألة ونعطيو مؤشرات. حينما يصل، وهذا الشيء كيعملوا به الناس في البلدان الديمقراطية وفي البلدان المتطورة، مثلا قضية الأجور،
حينما يصل الفرق بين أقل أجر أو دخل وأكبر دخل إلى 15% إلى 15 مرة، الناس يتقون نقص الخطر، بمعنى واحد كيربح 10، واحد كيربح 150، كيربح أتونسيون هذا الشيء. هادشي أنا ما كنتكلمش على بلدان اللي فيها الشراكية ولا فيها، لا بلدان عادية. حنا يمكن، سمحوا لي أنا كنهضر دابا نقوم بالتنظير المباشر للواقع، كاين هذا الفرق يمكن يوصل بدون مبالغة 300 و 200، ما بين حتى 200 حتى 300، ما بين الدخل يعني ديال مينيموم وما بين ما يتقاضى بعض الناس. وغادي نقول شنو خطورة هذا الشيء بالنسبة لنا، بالنسبة للمستقبل، بالنسبة لبلادنا، بالنسبة للمستقبل. حينما يصل ساعة عمل ديال عامل نظافة تابع البلدية 20 درهم، مثلا 10 درهم أو 15 درهم، وأجر جراح في مصحة خاصة 8000 درهم لعشرين دقيقة، وهادشي كاين وغير مؤدى على الضريبة. كيبدا الإنسان يتساءل في أي فضاء ديال المواطنة نحن موجودون. هذا أعطي مؤشر فقط مدهش. ماذا يترتب عن هذا؟ يترتب عن هذا بالنسبة لي شخصيا هو هذا الفضاء المواطنة، يعني كيصبح محط تساؤل بأي معنى يمكن أن نتحدث عن المطار، وبأي معنى يمكن أن نتحدث عن المشروع المشترك. بأي معنى يمكن أن نتحدث عن المشروع المشترك إذا كان هذا المستوى خطير وإلى هذا المستوى الذي يضرب حتى في مفهوم المواطنة. النقطة الثانية أو السمة الثانية الخطيرة في المشروع التنموي المتبع حاليا، سميناه ليبرالي نيو ليبرالي، ولكن ما كيهمش، ماشي هذا هو المشكل الآن، هو أنه لا يسمح برؤية مشروع مشترك. كاينش مكتب، ما كيبانش انه كاين واحد المشروع مشترك بحال اللي كتحدد عدد النجوم، مثلا ناخذ مثال ديال الصين، عندهم الصين في 2030 غادي وعندهم واحد المجموعه ديال الشعارات مثلا، او النساء سنة 2025 باش تصرف او ماليزيا او غيره. لا هو مشروع مشترك حاليا من غير تتبدد وتتضبط الفكرة ديال المشروع المشترك. إلى مرحلة ما بعد الاستقلال مباشرة، العام الذي يتحدث فيه معكم، أنا كنعقل في صغري وأنا عندي 6 سنين، عقلت بمعنى أن مؤسسات تشتغل كلها وعندها الصلاحيات، حكومة، بعض الأعمال، مجالس منتخبة، إجمعيات إلى آخره، تشتغل على ضوء اختصاصات ولها استقلالية القرارات ولها أداء ديالها نابع من إرادتها. حنا يظهر بأنه التطور المؤسساتي للمغرب في بلدنا هو تطور شيء لم نعد نفهمه. كاين البرلمان ما كاينش، كاين الحكومه ما كايناش، كاين الاحزاب السياسيه ما كاينش، كاين القضاء، يعني كاين واحد اكثر من الدول.
ديب ستيت كيسميوها راه موجوده في العالم كله موجوده في الجانب بعض الجوانب الجوانب الاستراتيجيه الكبرى الجوانب ديال الحرص على بعض التوابيت وعلى بعض العسكريه وكل لا حنا هنا الدوله العميقه داخله في كل شيء بما في ذلك المؤسسات السياسيه بما في ذلك الاقتصاد بما في ذلك المجتمع المدني بما. هذا ايضا يشكل عرقله كبيره ويشكل احد الاعطاب الكبرى للنموذج التنموي وكل منظمه كل بلدان او كل نظريات الانتقال الديمقراطي تؤكد على اهميه وجود تطور مؤسساتي مواكب للتطور الاقتصادي و اقتصادي في البلاد. احنا يبدو لي بانه كاين اشكال كبير على فيما يتعلق بهذا المستوى. النموذج التنموي البديل ليس لي صراحه ان اطرح وان ادعي امكانيه طرح هكذا نموذج تنموي بديل. انا اقول على انه باش نبنيو نموذج تنموي بديل يجب ان نعترف جميعا بان وان يكون هناك حوار وطني حول هذا الموضوع، حوار وطني جاد وهادف، وان نعترف بهذه الاعقاب كلها ديال النموذج الحالي، وان نقر بانه وصل البلاد الى الباب المسدود، وأن نتحاور فيما بيننا حول كيفية الوصول إلى بعض الاختيارات الأساسية الأولية اللي كنتفقوا الاختيارات فيما يتعلق بالدستور وفيما يتعلق بتوزيع السلطات إلى آخره، كيف يمكن أن نصل إلى تحديد بشكل جماعي كل القوى الحية في البلاد على غير ما تم بخصوص حالة الغليان ديال الثورة 2011 أن نتفق على بعض أو على الأقل المنطلقات الأساسية والركائز الأساسية والمداخل الأساسية لهذا النموذج التنموي، وفي تقديري المتواضع أنه لا يمكن أن نتحدث عن نموذج بديل إذا لم يكن نموذجا مدمجا وإذا لم يحدد آفاق وواحد الكب بالنسبة للبلاد، وهذا ما نسميه المشروع الجماعي اللي لحد الآن نحن نفتقده. وهذه القفلة وهذه يمكن فيما يتعلق بنقاط أخرى مازال كثيرة هذه يمكن نخلوها للمناقشة. مباشرة مع الأستاذة أمينة. بداية هذا اللقاء نشكر شبكة تنمية القراءة في صفر على دعوتها، ونشكر الحضور اللي يشاركنا اليوم ويتقاسم معنا لحظات نقاش. نتمنى أنها أن تكون مثمرة حول موضوع من تصل السي كمال يتحدث عن النموذج التنموي، وبقينا كنفكروا لقينا هذه الصيغة ديال القراءات المتقاطعة لأنه موضوع يحتاج فعلا إلى قراءات متقاطعة مجددة متعددة. سي العمراني وأنا اليوم أتشرف بأن أتحدث بعده واخا شوية الأمر صعب علي، ولكن غنحاول حتى أنا نودلي برأيي في النقاش على أساس أننا نوسعوه مع الإخوان الأخوات الحاضرين. السؤال الذي يشغلني أنا في البداية هو هذه الموجة ديال النقاش التي انطلقت في المغرب حول مفهوم ظهر بالنسبة لي دون أن ينضج مسار حقيقي ديال النقاش أدى بنا جميعا في واحد اللحظة جماعية إلى أن نتحدث عن أننا في حاجة إلى وضع تصور لنموذج تنموي بديل. إذا لاحظتوا معايا بشكل فجائي خرج هذا المفهوم أطلق بعد أن تم التعبير عنه في الخطاب الملكي، تم الإعلان على فشل النموذج التنموي الحالي، وحاجتنا إلى أن نضع تصورا بديلا لنموذج تنموي جديد. أنا في
العاده كيخلع علينا النوع ديال النقاشات اللي كتخرج هكذا دون ان ننضج مساراتها الطبيعيه. الا كنا نتحدثوا عن نموذج تنموي جديد، خصنا اول خطوه ننطلق منها باش نوليو كنديروا عمل معقلاني. اشنو هي حاجتنا الى ان نتحدث عن نموذج تنموي جديد؟ بمعنى اننا نستشعر ازمه، واستشعرنا ان ما يمكن ان نسميه نموذج تنموي حالي وصل الى نهايته وانه استنفد المقصود منه. الان اذا سولتي في مختلف المؤسسات ما معنى نموذج تنموي، انا شخصيا ما عنديش جواب. هناك من يتوقع ان نموذج تنموي هو واحد الوثيقه يمكن ان نجمع مجموعه من الخبراء ونجهزوها ونكتبوها هكا ونوزعوها على الناس ونقول لهم ها هو النموذج التنموي الجديد في المغرب، بحال اللي كنعملوا على بحال الحكومه ملي كدير برنامج حكومي او في الجهات او الجماعات الترابيه بشكل عام كدير البرنامج التنموي ديالها الذي يغطي سنوات متعدده وكتبدا توزعو على الناس وتسميه نموذج تنموي. انا اخشى ان ان ان, أن, أن استشعار الازمه، لان فعلا المغرب انا بالنسبه لي يعيش ازمه، ادى بنا الى ان نطلق نقاشا ما بغيتش نقول انني اخشى ان يكون تنفيسا. عندنا شي حاجه، راه عندنا واحد الريحان جماعي اللي تحدثوا عنه الان وكنتظروا منه شي حاجه جديده اللي سميتو بلاتي ورحمه بصدد اعداد نموذج تنموي جديد. ولكن الاشكال انه ما درناش تعبئه جماعيه حول هذا النموذج التنموي ليتملكه الناس. سي العمراني تحدث عن نموذج تنموي مدمج، بمعنى ان كل واحد منا كيلقى نفسه بداخله كمواطنين قبل ما نكونوا كمؤسسات ونستشعروا بان درنا حوله تعبئه باش يتملكوه الناس وينتميوا له ونخوضوا به جميعا المسار. هذا الشيء غير متحصل، لان شنو ملامح التشخيص؟ علاش قلنا انه نموذج تنموي فاشل او لا فشل؟ الا قلنا بمعنى اننا عندنا اسس مرجعيه منطقيه للتقييم، ما عندناش، لم نقيم جماعيا. انا باش كيذكرني اليوم النموذج التنموي الجديد في المغرب؟ كيذكرني بهذا المفهوم، النموذج التنموي الجديد في الاقاليم الجنوبيه، راه جديد حديث واشتغل عليه المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي بإحالة مباشرة من الملك في خطاب المسيرة ديال 2012. كله نوجهوا المجلس الاقتصادي الاجتماعي على إثر أزمة كانت في المناطق الجنوبية.